جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: كيف أصبر على قضاء الله وقدره؟ لا بد من الصبر، ما لك حيلة إلا الصبر. القضاء والقدر سيجري عليك، لكن كونك تصبر تؤجر على هذا، أما إذا لم تصبر فإنك تأثم على هذا. فتصبر على قضاء الله وقدره، تستسلم لقضاء الله وقدره، هذا في المصائب. أما المعاصي ما يجوز لك تقول هذا قضاء وقدر، الواجب التوبة. إذا وقعت في شيء من الذنوب والمعاصي ما تقول هذا قضاء وقدر وتستسلم، لا، الواجب عليك التوبة والاستغفار والبعد عن الذنوب. نعم.